الاهلي لو لعب فريق الحظ اه والله الاهلي هيكسب. الله الله يعني تخيل فريق الحظ، اي أيوة والله الاهلي هيكسب فريق الحظ. اه والله العظيم فهو الاهلي اللي هو بيكسب فريق الحظ لعب كاس عالم الانديه السنه اللي فاتت، وهو اصلا مش بطل افريقيا، ربنا 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 كبير. كسب بطوله افريقيا السنه دي وهو اصلا مش بطل الدوري، ثالث سلام الدوري. يا سلام، عدلت السماء يا عمرو. كسب السوبر وهو لا بطل دوري ولا كاس. طب طب ايه رايك نعمل ايه بقى؟ طيب؟ طب قولوا لنا نعمل ايه في الحظ؟ بص، الاهلي ثالث دوري وراح خد افريقيا، وصيف افريقيا وراح كاس العالم للانديه، الاهلي في بيتهم هياخد كاس العالم، عايز افهم كده؟ من الحظ انا كده يا عمرو، ده ربنا ربنا كبير، يا باشا الاهلي فريق، عارف الظلم. بقول لك فريق الحظ لو لعب يعني شوف، الاهلي هيكسب. تخيل الاهلي اتظلم في نهائي البطوله السنه اللي فاتت، ربنا يروح عامل سيناريو ان الوداد ياخد التنظيم، ان البطوله كانت تبقى في اليابان، واليابان تعتذر، الصين تعتذر، ياخدها الوداد، قوم الوداد يبقى هو بطل دوري ابطال افريقيا، يروح هو مشارك ويروح. شوف حكمه ربنا، ويرجع السنه دي الاهلي نفس الملعب ونفس الفريق وده نفس الجمهور، الاهلي بياخد منهم الكاس، ده عزيمه ربنا. انا كنت عايز اقول بس يا عمرو ان بعد ما الاهلي كان في عروض كتيره جدا، عروض احتراف كتيره جدا جايه لعيبه النادي الاهلي، أنا سمعت وطبعا إن حمدي فتحي ماشي خلاص. الكلام يعني ده في صحيح؟ نسبه كبيره جدا كان العروض بقى خلاص، المجلس الاداره هيناقش العروض كلها اللي جايه للاعبين الفتره دي. حمدي فتحي كان جاي له عرض من فتره طويله جدا من نادي الوكره قطري. القطري، وانا فرضت بيهم هنا يا عمرو، آه حصل. انفردت بالاسم حصل. وقلت لكم النادي الاهلي وافق، وقلت لكم مش عارف ايه وكده. اللي انا قلته وساعتها بعد ما انا قلت الاهلي وافق، وبعد دوره بعد نهايه دوره ابطال افريقيا هيتم الاعلان الرسمي، والناس كلها طلعت كذبتني يعني، الله يسامحهم يعني، وفي اللي غلط لكن مش مشكله. المهم ادي دلوقتي المفاوضات بدات مره ثانيه، والنادي الاهلي دلوقتي بيدرس عرضين، واحد اعارته بمليون ونص، مليون ونص دولار لمده سنه، لمدة موسم، أو بيع نهائي ب 5 مليون دولار أو 6 مليون دولار بيع نهائي. بس عشان تسددوا الفلوس اللي عليكم، بتاعت ايه؟ مش عليكم فلوس، بتاعت ايه؟ مش عليكم فلوس كهرباء، يا عمرو ده ومش خدمة الأهلي. عليكم 2 مليون دولار كهرباء، وعليكم فلوس اللي هي يا عمرو ما بتاعتكم. احنا رايحين نتعشى مع ميسي تقول لي عليكم فلوس. لا طبعا يعني وعليكم فلوس عادي، كتير، انتوا عليكم فلوس كتير قوي الفترة اللي فاتت دي. الاتحاد لمين؟ الدولي كل شوية يطلع حاجة. مثل احنا؟ امال ايه؟ احنا اللي عامل لكم لسه غرامات؟ يا راجل ده انتوا عندكم قائمة غرامات والله العظيم اطول من يا شهر راجل لسه يا الاتحاد راجل. الدولي كل شويه يقول لك لا الاهلي لا هتوقف ده تاني. لو ايه يا عم الاهلي الاهلي؟ بتاع مش لسه لا طالع؟ حول ولا قوة الا بالله، ايه ده رئيس نادي الزمالك قال لك الزمالك هتوقف قيد 3 مرات، يا راجل 3 فترات، احنا انتوا توقفكم قيد، احنا ما توقفناش. هتوقفوا هتوقفوا تاني هتوقفوا تاني، لكن هات في مره الاهلي كده صدر موضوع قوه التوقيت. الاسبوع اللي فات مش كان هيصدر؟ مين يا عم؟ لا انتوا مش بتقلب مدين له 45 يوم بعدها هيصدر قرار. وقفت القيد ليه؟ عشان لا قضيت ايه؟ الاهلي عشان قضيت ايه؟ بتاعت رمضان صبحي؟ رمضان صبحي وكانت متخلصه عليك 150 و150 والدفع كل ده ثانية. يا عم انت، دفعوا ايه؟ اي حاجة يا دفعوا، عم ما انت دفعش عايز حاجة. انت بتتكلم ب 150 الف 150 دولار جنيه استرليني.